بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وبتاريخ 28/1/2012 قامت إحدى كتائب لواء خالد وليد بمداهمة الحواجز الموجودة في مدينة الرستن والتي قام جنود وشبيحة الأسد باحتلالها في بيوت مدينة الرستن والتي تعود عائديتها أو تعود ملكيتها للشعب السوري ولأهالي مدينة الرستن، وقامت بقصف وقامت عربات البي ام بي والدبابات 72 بقصف البيوت والاهالي الامنه في منازلها. نعم، وقد قامت عناصر الجيش الحر بالرد على هذه الاطلاق بالرد على اطلاق النار وعلى هذه القذائف والهاون والشيلكه بتدمير عدد من العربات يتجاوز السبع عربات، وقد ترون امامكم هذه العربه المدمره بيد احد جنود الجيش الحر. نعم سيدي، نوجه رساله الى وليد المعلم والى رجال الاسد. عندما تقوم طائرات الجيش الإسرائيلي بالتحليق في السماء السورية لا يعتبر مساس بالسيادة السورية. نعم سيدي، وعندها يحتفظون بحق الرد. أما عندما تقوم إحدى الدول العربية وبعض الدول العربية التي حركها الضمير الإنساني بالانتفاض من أجل الشعب السوري، يقول وليد المعلم بأن السيادة السورية تمس، ويقوم بالرد فورا على الشعب السوري بهذه القذائف الحية، يقوم برمي الأهالي والمساكن الآمنة والأهالي العزل بهذه القذائف الحية. هذه أهديها إلى وليد، إلى نبيل العربي رئيس الجامعة العربية، وإلى مجلس حقوق الإنسان، وإلى الأمين العام لمجلس الأمن بان كي مون. نعم سيدي، انظر إلى هذا الدمار الذي خلفه جيش الأسدي في مدينة الرستن. وأعيدكم أيها الشعب السوري بأن يبقى الجيش السوري الحر وأبطال الجيش السوري الحر حاضرين وموجودين على الأرض بشكل دائم، وسيقومون بالرد على أي إطلاق نار من قبل هؤلاء الجنود الأوغاد، وسنكون جاهزين للرد فورا وسريعا على أي إطلاق نار. عشتم وعاش سوريا حرة أبيها.